يعني لون غامج لأنه كينيدي يعني يختلف في الأكل له، لكن المرعى ماله يختلف. والله هو أحسن لحم العربي بس غالي شوي لكنه زين يعني. من بعد يجي الاسترالي. الأفضل اللي هو يجي من كازاخستان، وبعده يجي السوداني، وفي بعدين يجي الكيني والصومالي. تروح دائما للفخذ أو للرقبة لأن فيها نسبة دسومة وايد وفيها لحم وايد. البقر نفس الشيء، يروحون للظهر للخلفية يعني، هذه دائما أو الأضلع. الأضلع دائما فيها طعم أفضل بالنسبة للصالونة والمشابيس يعني. والله سوق اللحم في البحرين كويس زين وأسعاره مناسبة. الحسا غير، مرابي ويذبحون على طول طازج، هذا يجيكم مبرد يفرق الطعم، يفرق كل شيء، يفرق لحم العربي طيب ويقارب يعني أرخص من العربي برضو. الكيلو عندكم 5-3 دينار ونص 4 دينار، إحنا لا، العربي ب6 دينار يجي.